على الهاتف معي من جدة أحمد العثمان، محرر شؤون الأمنية بصحيفة الحياة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أحمد. لو نعرف أكثر فيما يتعلق بهذا الهجوم، هجوم جديد ومتقدم، هل ممكن أن نفهم أكثر عنه؟ ما هو هذا الهجوم؟ كيف يختلف عن غيره مما سبق؟ السلام عليكم. أول شيء يسعد الله مساكم وشكرا على إعطاء الفرصة لهذه المداخلة. أهلا وسهلا. طبعا هذا الهجوم يعتبر يعني مختلف عن سابقاته. طبعا القراصنة ليس لهم حدود أو توقف، كل يوم يطلعون أو يطورون بأساليب جديدة ومحاولات جديدة للاختراق. ربما يختلف عن غيره بأسلوبه الجديد. طبعا في السابق كانوا يعتمدون على ربما إرسال رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني وروابط مشبوهة من خلالها يتم اختراق الحواسيب أو الأجهزة. في طبعا في هذا المحاولة الأخيرة التي تم التصدي لها ولله الحمد، ربما استخدموا تقنية جديدة أو أسلوب جديد من خلال استخدام أو الدخول على برمجية التحكم اللي هي الباورشيل من خلال استخدام بروتوكول الـ HTTP. وهذا يعتبر أسلوب جديد ونوع جديد من محاولة الاختراق. مقابل هذا بالتصدي الأمني كيف يجب أن يكون؟ هل ثمت يعني ثغرات لازالت غير كافية مقارنة بالهجمات والتقنيات المرافقة لها، خاصة بأنه نتحدث عن طبعا مركز جديد للأمن الإلكتروني أقامته السعودية نظرا لأهمية تصدي لهكذا هجمات؟ طبعا يمكن هذه يعني تحسب لهذا المركز الذي تم انشاؤه طبعا بامر ملكي، مركز الامن الالكتروني الذي طبعا يعني اتخذ اولا اكتشف وجود هذا الاختراق ونسق مع الجهات المعنيه الحكوميه من وقت يعني مبكر قبل طبعا حدوث اي طبعا اختراقات او مشاكل لتحديث البرمجيات والعمل خطوات احترازية لصد هذا الهجوم وطبعا ومنع وصوله إلى الأجهزة والبرمجيات، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الحكومية. متى يعرف من الناحية الأمنية بمتابعة هذه الشؤون سيد أحمد بأنه هناك هجوم إلكتروني، ومتى يتم السيطرة على الموضوع؟ طبعا اعتقد ان هناك يعني اخصائيين او اشخاص يعني على خبره عاليه وكفاءه عاليه في طبعا معرفه مثل هذه الهجمات قبل حدوثها او قبل وصولها الى الاجهزه والحواسيب طبعا الحكوميه. وهناك اجراءات احترازيه سواء من خلال البرمجيات التي يتم تحديثها بشكل طبعا دائم او باصدارات اكثر امن، يعني ربما تمنع وتحد من عمليات الاختراق، خاصه اننا يعني في مجال التقنيه ليس لها حدود، يعني كل يوم يطلع لنا او يظهر لنا اسلوب جديد للمحاوله والاختراق. نعم. انا اشكرك جزيلا من جده، كنت معنا سيد احمد العثمان محرر الشؤون الامنيه بصحيفه الحياه.